في محافظة قنا نظمت الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر بقنا احتفالا بمناسبة عيد الفلاح المصري، وذلك تحت رعاية حزب مستقبل الوطن بالمحافظة. تفاصيل أوفى من هناك مع الزميل هانش حتى. نظمت جمعية منتجي القصب وحزب مستقبل الوطن حفلا كبيرا بمناسبة عيد الفلاح. حضره السيد محافظ قنا وعدد من القيادات التنفيذية وجمع كبير من المزارعين. يأتي احتفال هذا العام وسط مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها القيادات السياسية لدعم الفلاح وخاصة منتجي القصب، حيث تم رفع سعر طن القصب. وخلال الاحتفال أعلن عن مجموعة أخرى من الحوافز للإنتاجية العالية من المحصول. النهارده يعني شرفت بحضور فعالية جميلة ومؤتمر شعبي كبير منظماه جمعية مزارعي قصب السكر بدعوة النائب هشام الشاهيني رئيس مجلس إدارة الجمعية. في الحقيقة يعني لقاء جميل جدا، اتكلمنا فيه على أهمية زراعة قصب السكر والعمل الوطني اللي بيقوموا به المزارعين، وأشادنا طبعا بالدعم اللي قدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمزارع القصب برفع العائد على الفدان، وصل إلى 2500 جنيه للطن. فيعني بصراحة ده بيساعد وبيدعم وبيوري اهتمام القيادة السياسية بزراعة قصب السكر، وأكدنا على الاتصال المهم جدا والتكامل ما بين زراعة مزارعي قصب السكر وشركة السكر باعتباره محصول استراتيجي، باعتبارها صناعة استراتيجية بتدخل في الأمن القومي التمويني اللي يهم المواطن المصري. فساعدنا بده، وإن شاء الله المحافظة تكون في دعم زراعة قصب السكر بشكل كبير جدا، وفي صناعات مصانع السكر الثلاثة اللي موجودة في على أرض قنا بإذن الله. الرسالة اللي بوجهها للسادة مزارعي القصب إنه مصر بتقول لكم إحنا في أمس الحاجة لتوريد كل جرام قصب بتزرعوه في الأرض. الدولة ما تأخرتش، الدولة خدت قرارات بزيادة سعر القصب عند التوريد، الدولة بتقدم كل ما يمكن إنها تقدم من تسهيلات للسادة المزارعين، وفي انتظار توريد القصب لأنه تراجع كميات القصب الممرضة لمصانع السكر بيؤثر بشكل سلبي على كمية إنتاج السكر في مصر، وبالتالي بنستعوض ده باستيراد كميات من الخارج بتكلف ميزانية الدولة ملايين الدولارات. بنحاول بشكل تدريجي ومنضبط تقديم مزايا للسادة المزارعين بخلاف السعر اللي الدولة بتحدده. فالسنة دي احنا هنضاعف ان شاء الله نولون النقل للمزارعين اللي بيتكلف مصاريف عشان ينقل لي القصب بتاعه، هديله مبلغ ضعف المبلغ اللي كنت بدفعه السنة اللي فاتت. اللي هيورد لي فوق ال 30 طن هديله 50 جنيه زيادة على الطن، اللي هيورد لي فوق ال 40 طن هديله 100 جنيه زيادة فوق المبلغ بتاعه، بحيث نقدر يعني يبقى عندنا دايما تشجيع لزيادة الناتج المحصول من الفدان. ومن كرم الله علينا كمان النهاردة في المؤتمر زي ما حضرتك شفت خدنا ميزات تانية، من ضمنها الميزة الأهم إن اللي هيزيد عن 30 طن هياخد من 30 ل 40 ألف 2600 جنيه، واللي يكسر من 40 ل 50 2700 جنيه، واللي يكسر بعد ال 50 2800 جنيه. ودي اسمها شريحة الحافز. فوق يعني النهاردة اللي هيورد فوق ال 50 طن هياخد كام؟ 2800 جنيه. يبقى دي بالذات الزيادة وصلت لغاية ال 1000 جنيه. دي حاجة ما حصلتش، وده إن دل على شيء يدل على القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو بيهتم بالفلاح، لأن النهاردة أسرع حاجة توفر له عملة صعبة هي الزراعة، ومن ضمنها محصول قصب السكر. من محافظة قنا هانش حاتا لأخبار طيبة.